السلام عليكم، اهلا اخواني اخواتي، توحشتكم. اموركم ان شاء الله تكون كلها بخير، وليداتكم صحيحتكم، كلكم لاباس عليكم. اليوم اخواني اخواتي غادي ندير معكم حريشات صغار كيوجدوا بسرعه خياليه، وكي تقدر توجديهم في الكوتي في الكاسك في الفطور في الصباح لوليداتك، تقدر توجديهم الوقت اللي بغيتي. ندوزو على بركه الله نوريك الطريقه كيفاش غادي تصاوب هاد الحريشات. كيجيو في المقله العجيبه، اي وحده خصها تكون عندها هاد المقله في الدار، يعني عمليه وثمنها اقتصادي. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم اللي غادي نجربها معكم ان شاء الله. ندوزو على بركه الله. عندي هنا 9 كيلو ديال السميد الناعم، السميده ديال الحلوى. عندي هنا كاس ديال زيت المائده، عندي كاس ديال الحليب، عندي هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر حبيبات، عندي ساشيه ديال خماره الحلوى وزن 8 غرام، عندي 3 المثلثات ديال الجبنه او الفرماج، وعندي هنا الزيتون. خديت واحد شويه الزيتون قطعته كما كتشوفوا، كاين الا كان داك الزيتون اللي مقطع واجد خذوه، ما كاينش ديروا هذا الزيتون حتى هو راه يخدم. ندور على بركه الله، ناخذ الزيت بسم الله، ناخذ النواشف، الملح والسكر، ناخذ الفانيلا، عفوا حماله الحلوى، وناخذ الحليب كما كتشوفوا، نضيف شويه بالحليب، تنحسوا بها بغات تجمع لينا بحال هكا. كندير زيت الزيتون، عفوا الزيتون، انا قلت لكم زيت الزيتون، اسمحوا لي الزيتون اللي بغى يديرو يديرو، ما بغاش داكشي كيبقى اختياري. عندي الفرماج كنقطعو بحال هكا مثلث، يعني توجديها بسرعه للفطور هكا في الصباح كما كتشوفوا. صافي كنخلط كلشي خليط، ندخلو العناصر مع بعضياتها، ناخذ اخواني هذا الخليط ديالي كما كتشوفوا، ناخذ هاد المول نحطو هنا كما كتشوفوا، ناخذ واحد شويه بحال هكا، كما كتشوفوا كنضغط بحال هكا. هذه هي المقلاة اللي قلت لكم عليها، فيها 7 العيون، وهي كتوجد يعني سريعة دغيا. كما كتشوفوا غنعاود معكم واحدة أخرى، كنضغط بهذه الصفيحة، كتكون الصفيحة ديالي سخنات أو المقلاة ديالي سخنات، كنهز شوية وكنحط نحطو هنا في الوسط كما كتشوفو، نحط الثانية حتى هي، كما كتشوفوا
كنضغط بهذا المول ونهزها ونحطها في الصفيحة. اللي بغى يديرها الله يبدا يديرها على حسب القياس. انا ما بغيتش ندير الحرشات شويه غلط، بغيت ندير شويه هذه جات قديمه بس بقات شويه نقلبها. كما كتشوفوا غناخذ الخليط ديالي نديرو هنايا شوفوا، غنحاول نهزها شويه بالمعل كنحاول نقادها كما وريتكم. صافي حتى كنكمل الحرشات ديالي كاملين. خليكم معايا، غادي نشوفوا اخواني واخواتي واش طابت لينا من التحت. نجربوا هذه بسم الله. شفتوا ما كتحرك ما والو، نديروها على الجهه الاخرى حتى هي نديروها على الجهه الاخرى. شفتوا بكل سهولة كتبدل معانا، كنكملوهم كاملين على الوجه الآخر. كيتحمرو لنا جوج شوي نتلاقاو، خليكم معايا اخواني اخواتي. طابت لنا الحرشه ديالنا كما كتشوفوا، جات روعه في المنظر والرائحه يا سلام، ما نقولش لكم طيبه من جوج جوايه كما كتشوفوا، طيبه حتى من الداخل تمشوها. يعني ديك المقلات صراحه روعه وفلوسها حلال. يعني اخواني اخواتي لسوها خذوا هذيك المقلات العجيبه راه غتعجبكم بزاف. يعني لصقوا هذه المقلات هذه اخواني اخواتي، خذوها واستعملوها راها زوينه في الاستعمال. يعني دغيا وجدت لينا الحرشه ديالنا بلا ما تشدوا داكشي ديال الزنقه، من الاحسن ديروها هيايا احسن ليكم.